جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يحدث كثيرا في المسجد الحرام أن تمر المرأة أمام رجل يصلي، ماذا يفعل والحال ما ذكر؟ هل يقطع صلاته أم يكمل؟ في المسجد الحرام يغتفر فيه ما لا يغتفر لغيره، ما شاء الله. شدة الزحام وضرورة الناس، وكل ما ضاق الأمر اتسع ولله الحمد، الحمد لله. والمشقة تجري والتيسير. الحمد لله. نعم.